وفاي تختيره ده كلمتين وده كلمتين هتخليهم في اخر حصة. انا عايز ابدأ بموضوع الايكوزانويدز عشان ده اهم دلوقتي، عايز اخلصه كله. اخر درس عندنا في شابتر الليبد اسمه ايكوزانويد. يعني ايه كلمة ايكوزانويد؟ ايكوزانويد باللغة اللاتينية معناها مركب 20، يعني مركب بيتكون من 20 ذرة كربون، ده معنى كلمة ايكوزانويد. افهم من كده ان اي واحد من عيلة الايكوزانويد هلاقي فيه كم ذرة كربون؟ 20. معنى واضح. الايكوزانويد دول يشتملوا على ايه؟ هم اربع هرمونات موجودين في الجسم. لما حبينا نصنفهم صنفناهم تبع الهرمون. اول واحد كان اسمه بروستاجلاندين، ثاني واحد اسمه ثرومبوكسان، وثالث واحد اسمه بروستا سايكلين. ممكن يسموه اسم تاني، يسموه بروستاجلاندين ار، ده اسم تاني له. والهرمون الرابع بتاعنا اسمه ليكوتاين. مجموعه الهرمونز دي لما جينا نبص على الاستراكشر بتاعهم لقيناهم كلهم بيشتركوا ان هم بيتكونوا من 20 ذره كربون. اتفقنا؟ يبقى الايكوزانويد هي مركبات بتتكون من 20 ذره كربون وبتشتمل على اربع هرمون. اول واحد اسمه بروستاجلاندين، ثاني واحد اسمه ثرومبوكسان، ثالث واحد اسمه بروستاسايكلين، واخر واحد اسمه ليكوتراين. الليكوتراين ده بيشتغل لوحده، ده عيلة لوحده وله شكل لوحده وله تفاصيل لوحده هنعرفها كمان شوية. لكن التلاتة دول منشأهم واحد. يعني في الأول بيتكون حاجة نعرفها كمان شوية اسمها بروستانويك أسيد، والبروستانويك يتصنع منه ده وده وده. دول الأربعة هرمونز اللي موجودين عندنا. قبل ما أخش ازاي بيتصنعوا ايه تفاصيلهم، مكتوب عندكم الكاركترز بتاعه الايكوزانويدز في اول صفحه. ايه هي الخصائص بتاعه الهرمونز دي؟ الاربعه دول خصائصهم ايه؟ بصوا يا جماعه بكل اختصار لحد ما ناخد الاكشن بتاعهم دلوقتي. الخليه بالمنظر ده، كل خلايا الجسم بتقدر تصنع الهرمونات دي زي البروستاجلاندين. وفي خلايا معينه نعرفها بتصنع الثرومبوكسان، وخلايا تانية بتصنع البروستاسايكلين وهكذا. الهرمونات دي زي ما هناخد كمان شويه الاكشن بتاعها هنلاقي ان الخليه بتطلع الهرمون، وبعد ما الهرمون بيخرج من الخليه ما بيمشيش في الدم، ده الهرمون بيخرج يشتغل حوالين الخليه. يعني على سبيل المثال لو واحد اتشك بدبوس مثلا، بعدها بشويه بتلاقي حصل التهاب حوالين الشكه دي، عرفت منين ان حصل التهاب؟ بدا يحصل شويه ورم في المكان الشكه، بدا يحصل شويه التهاب واحمرار في الجلد، صح؟ اللي حصل ان البروستاجلاندين طلع، هنشوف هيعمل ايه كمان شويه، بس لما طلع عمل لك الحمار فين؟ حوالين مكان الشك. يعني الخليه طلعت الهرمون اشتغل حوالين منها. ما شفناش واحد اتشك في ايده ورجله احمرت، صح؟ لا، الهرمون بيخرج من الخلية يشتغل حواليها هي. يبقى الهرمونات دي كلها بتشترك في حاجة، الكاركترز أو الخصائص بتاعتها. أول حاجة إن هي سينثيسايزد باي ذا تيشو، بتتصنع بالأنسجة بتاعتها. تاني حاجة بعد ما بتتصنع بتروح علشان تشتغل في السراوندنج تيشو، في الأنسجة اللي حواليها. يعني أقدر أقول إن هي بتشتغل لوكالي في المنطقة بتاعتها. بيطلع الهرمون ويشتغل يعمل الوظيفة بتاعته، وبعد ما يعمل الوظيفة بتاعته بيتكسر في ساعتها. يبقى مدة حياة قصيرة ولا طويلة؟ قصيرة. يعني شورت هاف لايف ولا لونج هاف لايف؟ شورت هاف لايف. كلمة شورت هاف لايف معناها فترة شغله قصيرة وبعد كده بيتكسر. الوظيفة اللي بعدها، معنى ان هو طلع واشتغل وبعد ما خلص شغله اتكسر، هل اتخزن جوه الخلايا ولا الخلايا لما استخدمته كسرته؟ يعني ستورد ولا نوت ستورد؟ نوت ستورد. يبقى الهرمونز دي بتشترك ان هي نوت ستورد، ما بتتخزنش جوه الخلايا. اما اخر وظيفه لها قال
الهرمونات دي لما بتطلع وتشتغل على الخلايا بتشتغل ازاي؟ احنا اتفقنا ان في بعض الهرمونز علشان تشتغل لازم تمسك في ريسبتور موجود في السيل ممبرين، ربنا بيحط لها ريسبتور كده او مستقبل في السيل ممبرين هنا، بتيجي الهرمونز دي تشتغل عليه زي البروستاجلاندين. البروستاجلاندين بيجي يمسك في ريسبتور. هما لقوا حاجه غريبه قوي، لقوا ان العيله دي من الهرمونز لما بتشتغل على ريسبتور لقوا ان الريسبتور ده بيكون ماسك فيه من تحت كده بروتين اسمه جي بروتين. يبقى نوع الريسبتور اللي اشتغلت عليه الهرمونات دي ايه؟ ريسبتور ماسك في جي بروتين. عشان كده راح قايل الاكشن بتاعهم از ميديتد باي، يعني بيتم عن طريق جي بروتين ريسبتور، يعني ريسبتور ماسك فيه جي بروتين. خلاص؟ يبقى تاني احنا بنتكلم في عيله اسمها ايكوزانويدز، واتفقنا ان ايكوزانويدز كلمه لاتيني معناها 20 ذره كربون. فالايكوزانويدز تشتمل على مركبات بتحتوي على 20 ذره كربون. ايه هما الايكوزانويدز؟ اول واحد اسمه بروستاجلاندين، تاني واحد اسمه ثرومبوكسان، الثالث بروستاسايكلين، والرابع اسمه ليكوتريين. دول بدايه الدرس، دول الاربعه هرمونات اللي عندنا. الهرمونات دي لما بتشتغل بتشتغل ازاي؟ اول خاصيه واول كاركتر ليهم ان هم سينثسايزد باي ذا تيشو، الانسجه بتصنعها. عشان يخرجوا يشتغلوا لوكالي في المنطقه بتاعتهم في الخلايا اللي حواليهم، وبيشتغلوا مده قصيره شورت هاف لايف، وبعد كده بيتكسروا. معنى ان هم بيتكسروا يبقى ما بيتخزلوش، يعني نوت ستور. المعلومه اللي بعدها هم بيشتغلوا في الخليه عن طريق ريسبتور. الريسبتور ده بيكون ماسك في بروتين اسمه جي بروتين، ادي الكاركترز او الخصائص بتاعه الايكوزانويدز لما بتيجي تشتغل جوه الجسم. المعلومه اللي بعدها ازاي الجسم بيصنعهم وبيكونهم؟ احنا اتفقنا ان هم بيتكونوا من كام ذره كربون؟ 20. طب دول تصنيفهم ليبيد ولا كربوهيدرات؟ ليبيد. مين الفاتي اسيد اللي بيحتوي على 20 ذره كربون؟ الاراشيدونيك اسيد. الاراشيدونيك اسيد واللي بيحتوي على 20 ذره كربون هو ده اللي الجسم بيستخدمه علشان يصنع منه كل انواع الايكوزانويد. افكركم بالاراشيدونيك ده كان فاتي اسيد فيه 20 ذره كربون. كان ساتوريتد، مفيش فيه دبل بوند ولا ان ساتوريتد؟ ان ساتوريتد. ان ساتوريتد يعني فيه كذا دبل بوند، فيه كام واحده؟ اربعه. دلتا 5 و8 و11 و14، يعني ايه؟ يعني فيه دبل بوند بين الكربونه 5 واللي بعدها 5 و6، وفيه دبل بوند بين الكربونه 8 و9، ودبل بوند بين الكربون 11 و12، واخر دبل بوند بين كام وكام؟ 14 و15. ده كان الاراشيدونيك اسيد. كان ان ساتوريتد فاتي اسيد في 20 ذره كربون وبيتكون من اربعه دبل بوند. بعد ما اتكلمنا عن الاراشيدونيك وعرفنا ان هو ده اللي بصنع منه الايكوزانويدز كلها، هل الاراشيدونيك اسيد بس اللي بصنع منه الايكوزانويدز؟ قال لا، هو الاراشيدونيك اصلا الجسم كان بيصنعه من مين اللي فاكر؟ من اللينوليك، صح؟ اللينوليك اسيد كنا بنقول الجسم بيستخدمه وبيصنع منه الاراشيدونيك اسيد. طب ما الجسم عنده لينوليك يصنع منه اراشيدونيك، والاراشيدونيك اصنع منه ايكوزانويد. هو في الكتاب قال والله الايكوزانويدز ممكن تتصنع من الاراشيدونيك اسيد ومن اللينوليك واللينولينك كمان. انا بصراحه عندي تحفظ على المعلومه دي، شايف ان المعلومه دي غلط، بس هي موجوده في الكتاب لحد ما نسال فيها الدكتور عاطف بنفسه ويفتلنا فيها هل هي صح ولا هي غلط، بس خلينا ماشيين على كلام الكتاب الى ان يثبت العكس. كلام الكتاب قال ان انا ممكن اصنع الايكوزانويد من الاراشيدونيك اسيد او من الاسينشال فاتي اسيد. مين الاسينشال فاتي اسيد اللي احنا خدناهم؟ اللينوليك ومين؟ اللينوليك واللينولينك. بس هو الكلام الصح والكلام العلمي ان الجسم ممكن يجيب اللينوليك ويصنع منه بعد كده اراشيدونيك، والاراشيدونيك اصنع منه الايكوزانويد زي المركبات اللي بتحتوي على 20 ذره كربون. لكن انا ما شفتش في اي بيبر بصراحه ان اللينولينك ممكن اصنع منه ايكوزانويدز خالص. تمام؟ طيب هنتكلم عن الاراشيدونيك لوحده. ازاي الخليه دي مثلا محتاجه تصنع اي واحد من الايكوزانويدز دي؟
هتصنعه ازاي؟ يقول لحضراتكم الخليه في السيل ممبرين بتاعها بتحتوي على فوسفوليبيد، صح؟ اشهر فوسفوليبيد موجود في السيل ممبرين هو ده اللي احنا خدناه في درس الفوسفوليبيد، كان اسمه ايه؟ مين يفكرني؟ فوسفاتيدايل انوزيتون. المركب ده كان اسمه فوسفاتيدايل انوزيتون، كان موجود في السيل ممبرين. لما كنا بنرسم الفوسفوليبيد كنا نيجي في السايت رقم واحد ونحط ساتيوريتد فاتي اسيد، وفي السايت رقم اثنين بنحط مين؟ انساتيوريتد فاتي اسيد. عارفين مين الانساتيوريتد فاتي اسيد اللي هي موجود في الفوسفاتيدايل انوزيتون؟ هو ده الاراشيدونيك اسيد اهو. يبقى الفوسفاتيدايل انوزيتول اللي موجود في السيل ممبرين بيحتوي على الكربون رقم 2 على فاتي اسيد اللي هو مين؟ الاراشيدونيك اسيد. دلوقتي احنا بنتكلم ان خليه من خلايا الجسم اهي محتاجه تصنع اي واحد من دول، اي واحد من الايكوزانوت كده، تبقى الخليه محتاجه مين؟ اراشيدونيك اسيد. تقوم الخليه تعمل ايه؟ ركزوا معايا، الخليه تيجي على السيل ممبرين بتاعها وتروح مطلعه انزيم اسمه فوسفو لايبيز A2. فوسفو لايبيز يعني بيحلل الفوسفوليبيد اللي هي دي، بس A1 ولا 2؟ 2 عشان بيشتغل على السايت رقم 2، بس ده السايت رقم 1 وده رقم 2 وده رقم 3. فعلا في فوسفولايبيز A1 وفي A2 وفي A3. A1 بيكسر هنا، A2 هيكسر هنا، وده اللي انا عايزه. فوسفولايبيز A2 يجي يروح كاسر الرابطه دي، فيفصل مين من الفوسفاتيدايل انوزيتول؟ الاراشيدونيك اسيد. وبعد كده ناخده ونصنع منه ايكوزانويد. خلاص؟ يبقى لو الجسم او في خليه من خلايا الجسم محتاجه تصنع هرمون من دول اللي احنا صنفناه تبع عائله الايكوزانويد، بتعمل ايه؟ تيجي الخليه على السيل ممبرين بتاعها، واحنا عارفين ان السيل ممبرين غني بالفوسفوليبيدز. من اهم الفوسفوليبيدز اللي موجوده في السيل ممبرين المركب ده اللي اسمه فوسفاتيدايل انوزيتول. هيجي الفوسفولايبيز اي 2 يشتغل يكسر الكربون رقم 2 ويفصل الاراشيدونيك اسيد اللي موجود في السايت رقم 2 بتاع الفوسفاتيدايل انوزيتول. بعد ما يتفصل الخلايا تروح وقتها ومصنعه منه الايكوزانويد اللي احنا عايزينه. فعلا اراجع مراجعه سريعه على الكلمتين اللي قلتهم عشان بعد كده نبدا نتكلم عن كل مركب لوحده. احنا بنقول ايكوزانويد يعني مركبات بتحتوي على 20 ذره كربون. ايه هما الايكوزانويد؟ اربع هرمون. اول واحد اسمه بروستاجلاندين، ثاني واحد اسمه ثرومبوكسان، ثالث واحد بروستاسايكلين، واخر واحد ليكوتراين. قلنا الهرمونز دي الخليه بتطلعهم عشان تشتغل على الخلايا اللي حواليها. ده اول حاجه بيتصنع بالخلايا ويشتغل لوكالي في المنطقه اللي طلع يشتغل فيها. بعد كده بعد ما بيخلص وظيفته بيتكسر، عشان كده قلنا شورت هاف لايف. ما دام بيتكسر يبقى ما بيتخزنش، يبقى نوت ستورد انسايد ذا سيلز. اخر معلومه، لما بيجي يشتغل على الخليه بيشتغل عن طريق ريسبتور في السيل ممبرين، وريسبتور ماسك في بروتين اسمه جي بروتين. يبقى الاكشن بتاعه ميديتد باي جي بروتين ريسبتور. بعد كده قلنا الجسم بيصنعه منين؟ قلنا الجسم بيصنعه من فاتي اسيد فيه 20 ذره كربون اللي هو الاراشيدونيك اسيد، او من اللينوليك اسيد، على اعتبار ان اللينوليك زي ما خدنا زمان ممكن اصنع منه اراشيدونيك، والاراشيدونيك زي ما هنشوف كمان شويه نصنع منه العيله دي. اخر معلومه قالها، هنفترض ان الخليه دلوقتي محتاجه تصنع ايكوزانويد، اي واحد من دول هتصنعه ازاي؟ لازم الاول توفر اراشيدونيك اسيد. هتجيبه منين؟ لان الاراشيدونيك اسيد موجود في الفوسفوليبيدز اللي في السيل ممبرين. هو مين الفوسفوليبيد اللي في السيل ممبرين موجود بكميات كبيره؟ الفوسفاتيدايل انوزيتول اللي شرحنا تركيبه بالتفصيل في فصل الليبيد في البدايه. لان الفاتي اسيد اللي موجود في الفوسفاتيدايل انوزيتول عند الكربون رقم 2 هو اراشيدونيك اسيد. فلو قدرت افصله خلاص هاخده بقى واصنع منه الايكوزانويد. مين اللي بيفصله؟ انزيم اسمه فوسفولايبيز A2 هيكسر لنا الرابطه دي ويفصل لنا الاراشيدونيك اسيد نستخدمه في تصنيع الايكوزانويد. في مشكله في الكلام ده؟ بعد كده نبدا ناخدهم واحد واحد ونبدا نتكلم عليهم. انا هبدا الاول بالكلام اللذيذ، هاخد كل واحد اقول وظيفته ايه، واخلي شغل الكيمياء والفورمولا
ولاد اخر حاجه عشان ما يفلتوش من اول حصه. اي كل اخر ما اخر حصه نكون مقفلين خل. بصوا يا شباب احنا عندنا دلوقتي كم واحد كم هرمون؟ اربعة. هنتكلم عن اول ثلاثة فيه اللي هو البروستاجلاندين والسرومبوكسان والبروستاسايكلين. لما اتكلم في اول واحد اللي هو البروستاجلاندين. البروستاجلاندين انا هتكلم عن الفانكشن بتاعته دلوقتي. ايه هي وظيفة البروستاجلاندين؟ بعد كده وظيفة السرومبوكسان، بعد كده وظيفة البروستاسايكلين. نخلص الوظائف بتاعتهم. بروستاجلاندين، بعد كده نشوف وظائف السرومبوكسان، واخيرا هنشوف وظائف البروستاسايكلين. البروستاجلاندين في منها كذا شكل، ركزوا معايا. في حاجه اسمها بروستاجلاندين اي، ركزوا عشان الكلام ده مهم. وفي حاجه اسمها بروستاجلاندين اف، ولما ناخد التركيب حالا نعرف الفرق ما بينهم ايه. البروستاجلاندين اف ده بيعمل سموث ماسل كونتراكشن، يعني بيعمل انقباض في العضلات المنسية. سموث ماسل كونتراكشن. عشان كده اهم وظيفة للبروستاجلاندين اف هو ده هرمون الولادة، ده اللي بيخرج during labor. labor يعني ولادة. to induce labor. induce يعني يسبب او يعمل الولادة نفسها. هيسبب الولادة ازاي؟ عن طريق ان هو يعمل contraction في السموث مصر. ادي السموث مصر هنا اللي يعمل لها contraction بتاعت اليوترس. هيعمل انقباض في اليوترس في الرحم. لما اليوترس يبدا يحصل فيه كونتراكشن يبقى انا كده بالظبط كاني عملت اندكشن اوف ليبر، يعني انا كده ببدا الولاده. لما واحده بيتاخر عليها الولاده وعدت التسع شهور بيبداوا يدوا ادويه اللي هي الحاجات دي لك بتجيب الطلق ده. ده محلول زود عندها موضوع الطلق. الطلق اللي هو الكونتراكشن اوف يوترس، تمام؟ ايه اللي بيتحط في المحلول او الدواء اللي بيتحط في المحلول؟ هو البروستاجلاندين اف. البروستاجلاندين اف هو ده اللي بيجيب الطلق او بيسبب الولاده. لو واحده طلع عندها ضعيف يوترين كونتراكشن مش قوي، يدوا ده في المحلول ده يوترين كونتراكشن حصل لها زياده. خلاص يبقى اول نوع من البروستاجلاندين اسمه بروستاجلاندين اف، بيعمل ايه؟ سموث ماسل كونتراكشن. علشان كده هو ده اللي بيعمل اندكشن اوف ليبر، يعني بيسبب الولاده عن طريق انه بيعمل يوترين كونتراكشن، يعني انقباض في اليوترس او في الرحم. عكس منه تماما البروستاجلاندين اي، نوع تاني من البروستاجلاندين. ان كان ده بيعمل سموث ماسل كونتراكشن فالتاني بيعمل عكس منه، فيعمل ايه؟ ريلاكسيشن. وما دام عمل ريلاكسيشن في السموث ماسل يبقى يعمل ايه في البلاس فيزل؟ فازو دايلاتيشن ولا فازو كونستريكشن؟ فازو دايلاتيشن. عشان كده ده تيجي الوظيفه الثالثه اللي موجوده عندكم، ان البروستاجلاندين بتعمل انفلاماتوري ريسبونس، يعني بتعمل انفلاميشن، يعني بتعمل التهاب. طب هي ايه علاقه البروستاجلاندين ان يعمل فازودايلاتيشن بالانفلاميشن او الالتهاب؟ انا لسه قايل ادي خليه بالمنظر ده، وجيت حضرتك اتشكيت بدكوز او بابل، بعد شويه هتيجي تبص تلاقي مكان الشكه ليه حصل احمرار وريدنس والتهاب اللي هو الانفلاميشن اللي بنتكلم عنه. ليه؟ ايه اللي حصل؟ لان اول ما الخليه اتشكت بدكوز الدبوس ده راح مطلع بروستاجلاندين اي، واحنا قايلين البروستاجلاندين اي بيعمل فاز دايلاتيشن ولا فازو كونستريكشن؟ فاز دايلاتيشن. فيروح عامل فازو دايلاتيشن في البلاد فيز، عشان كده في احمرار لان حصل فازو دايلاتيشن، جاب كميه دم اكبر كبيره. طب هو هدفه ايه من انه يعمل فازو دايلاتيشن؟ ان هو يجيب كميه دم كبيره. طب ليه؟ ما شكه الدبوس دي ممكن تكون عملت انجن، فمحتاج ان انا اوقف النزيف. فدم اللي جاي كتير شايل معاه بليتد وصفائح دمويه وكلوتنج فاكتور، صح؟ مستغرب. وارد جدا ان الدبوس ده يكون شايل بكتيريا او انفكشن اي عدوى،
فكمية الدم الكبيرة اللي جاية شايلة وايت بلاد سيلز وكرات دم بيضاء وشايلة الجهاز المناعي بتاعك عشان لو في عندك أي عدوى الجسم يقدر إن هو يواجهها. ففكرة الإنفلاميشن أو الالتهاب إن البروستاجلاندين بيطلع فورا عشان يعمل فاز دايلاتيشن زي ما اتفقنا بيشتغل لوكال في المكان بتاعه زي ما قلت مش بلاش واحد يتشك في إيده رجله يلا أحمر هو مشيش في الدم ده هو بيطلع يشتغل على الخلايا اللي حواليها بس خلاص بيشتغل لوكال في المكان اللي هو فيه. خرج البروستاجلاندين زي ما اتفقنا قلنا البروستاجلاندين ايه بيطلع عشان يعمل ريلاكسيشن وفاز ودايلاتيشن في البلاس بيزل. لما عمل فاز ودايلاتيشن جاب لنا كميه دم كبيره للمكان ده كميه الدم الكبيره اللي جايه شايله بليتلت شايله وايت بلاد سيلز وشايله ار بي سي وشايله كلوتنج بتاعه خلاص برضه علشان كده هو بيعمل انفلاميشن او التهاب. طيب عشان كده لما بندي ادويه مضاده للالتهاب اللي هو الاسبرين والبروفين والكيتوفان والكيتوبروفين والعلة دي كلها والكتافلام والفولترين وعدة زي ما انت عايز تقول كل المسكنات فكرتها ومضادات الالتهاب ان هي بتقلل تصنيع البروستاجلاند. فكرة اي انتي انفلاماتوري اي مضاد للالتهاب ان هو بيقلل مين؟ البروستاجلاند. نيجي بقى للنقطة اللي جاية دي عشان مهمة اوي الاكشن الاخير اللي بيعمله البروستاجلاند ان هو بيقلل الجاستريك سيكريشن يعني بيقلل افراز حمض المعدة بيقلل افراز حمض المعدة. ركز معايا بقى دكاترة العظام كل الناس اللي راح لهم يا واحد مكسور يا واحد بيقول اه يا ظهري يا اه يا رجلي مفيش واحد بيروح يشتكي شكوى كده لازم يقول اه الاول وبعدين يشتكي الشكوى بتاعه. فدكتور العظام اول دواء بيكتبه في الروشته بتاعته مسكن اول معروف دكتور العظام يعني مسكن وبعد كده بقى يدور على السبب بقى وهيك المسكن الاول وبعد كده يبدا يشخص الحاله بتاعته براحته. المسكنات زي ما اتفقنا كلها فكرتها ان هي انتي بروستاجلاندين بتقلل تصنيع البروستاجلاندين. طب انا قللت البروستاجلاندين قللت البين شويه قللت الالتهاب شويه مفيش مشكله بس في نفس الوقت البروستاجلاندين كانت بتعمل دور مهم كانت بتقلل افراز حمض المعده بتقلل الجاستريك سيكريشن صح. دلوقتي انا قللت البروستاجلاندين اللي كانت بتقلل افراز حمض المعده هل في حاجه ده للجاستريك سيكريشن فيحصل ايه في الجاستريك سيكريشن يزيد يبدا يزيد حمض المعده يبدا يزيد الاتش سي ال يبدا يعلى يبدا يعلى في المعده بتركيزات اعلى من الطبيعي بكتير تزود الحموضه بتاعه المعده وتبدا تاكل في جدار المعده. عشان كده يقول لك المسكنات خدها بعد الاكل وتكون واكل كويس اشمعنى عشان ما يجيلكش قرحه لان المعده لو هي فاضيه وحضرتك خدت مسكنات هتقلل البروستاجلاندين فال اتش سي ال سكريشن هيزيد قوي. لو المعده فاضيه ومفيش اكل هيبدا ياكل في مين؟ في جدار المعده ويبدا فعلا يهضم المعده ويبدا يعمل قرحه او يعمل ألسر. عشان كده دايما تلاقي كل دكاتره العظام دايما في الروشته بتاعته حافظ دواء او دوايين للمعده من اللي بيقللوا الاتش سي ال سكريشن لازم يكتب تمام؟ لازم يكتب المسكن وبعد المسكن يكتب وراه حاجه عشان تقلل الاتش سي ال سكريشن. كل المشاكل اللي بتجيلنا بتوع من تحت بتوع العظام بسبب القصه دي كلها تمام. ده بالنسبه للبروستاجلاند زي ما اتفقنا البروستاجلاند في منه كذا نوع في بروستاجلاند اف بيعمل سموث ماسل كونتراكشن عشان كده بيعمل اندكشن اوف ليبر يعني بيسبب الولاده لانه هيعمل يوترين كونتراكشن. البروستاجلاندين اي ده نوع تاني من البروستاجلاندين بيعمل سموث ماسل ريلاكسيشن وبالتالي بيعمل فازو دايلاتيشن ولانه بيعمل فاز دايلاتيشن هو بيخرج في الانفلاماتوري ريسبونس كاستجابه للانفلاميشن او الالتهاب. اشمعنى؟ انت لو واحد اتشك في دبوس الخليه تطلع بروستاجلاندين يشتغل على الخلايا المحيطه بيها عشان يعمل فازو دايلاتيشن فلما يعمل فازو دايلاتيشن هيجيب كميه دم كبيره كمية الدم اللي جايه شايله بليتلت شايله وايت بلاد سيلز وكرات دم بيضاء عشان تهاجم اي انفكشن او عدوى او اي بكتيريا جايه في الدبوس ده فبيعمل انفلاميشن او التهاب. بس في نفس الوقت البروستاجلاندين زي ما اتفقنا بتقلل الجاستريك سكريشن بتقلل افراز حمض المعده فلما ندي انتي انفلاماتوري يعني حاجه مضاده للالتهاب يعني حاجه هتقلل تصنيع البروستاجلاندين في المقابل هتعمل ايه؟ هتقلل البروستاجلاندين اللي هو بيزود بيقلل الجاستريك سيكريشن فالجاستريك سيكريشن يحصل له ايه؟ يزيد يبدا يعمل مشاكل في الماء. ايه الحاجات اللي بتقلل تصنيع البروستاجلاندين؟ زي ما قلنا انتي انفلاماتوري زي الاسبرين مكتوب عندكم في الكتاب الاسبرين وزي الكورتيزون.
كورتيزون برضو بيقلل تصنيع البروستاجين. خلاص عشان كده برضو الكورتيزونات من الحاجات اللي ممكن تعمل قرحة. كورتيزون من الحاجات اللي ممكن تعمل قرحة. بس بتمشي على كورتيزون تابلت فترة طويلة برضو لازم ياخدوا حاجات عشان خاطر تحسن وظائف المعدة وتقلل الـ HCL. مش الكورتيزون ده اصلا موجود في الجسم؟ بقول لو خدوا تابلت لو خدوا اقراص. لكن هو في الطبيعي بيكون ماشي. البروستاجلاندين في السوق اللي بيشتغل على المعدة اسمه التجاري ميكوستا. مش عارف فيه ناس ممكن تعرفوه ولا ما يعرفوش. اسمه ميكوستا. لما بيكون عيان عنده اصلا دايما بكتب له حاجة بتقلل افراز حمض المعدة واكتب له جنب منها حاجة بروستاجلاندين انالوج حاجة زي البروستاجلاندين اللي هو في السوق اسمه ميكوستا عشان يزود او يقلل الجاستريك سكريشن فيساعد ان القرحة دي تبدا تلف. ماشي ده كده بالنسبة لأول عيلة عندنا اللي هو البروستاجلاندين. فاضل ان انا اعرف تركيبه بس اخلي تركيبه في الاخر. ولا دكتور عشان يمشي ولا لو بعد البروستاجلاندين عندنا النوع الثاني اسمه ثرومبوكسان والنوع الثالث اسمه بروستاسايكلين او قلت له اختصار ثاني بروستاجلاندين اي. انا اشرح الاثنين مع بعض لان الاثنين بيطلعوا بيكملوا شغل بعض على الرغم ان الاثنين عكس بعض. ثرومبوكسان ده بيخرج من البليت من الصفائح الدمويه امتى؟ لو واحد حصل له انجي يعني ادي بلاد فيزل واحد حصل له جرح من هنا وبدا يبقى فيه بليدنج خدته طبعا في البلد عوامل التجلط وازاي الجلطه بتتكون الافلام دي كلها من ضمن الفاكتورز الكتير اللي بتساعد في وقف النزيف ان اول ما يحصل انجري في بلاد فيزل ويبدا يحصل بليدنج تروح البليتلت او الصفائح الدمويه مطلعه الثرومبوكسان ده. الثرومبوكسان ده بيعمل ايه؟ الثرومبوكسان ده يعمل حاجتين اتنين. اول حاجه يعمل فازو كونستريكشن في البلاد فيزل فلما يبدا يضيق البلاد فيزل الى حد ما يساعد شويه ان هو يقفل الحته المفتوحه دي. من ناحيه تانية بيزود تجميع البليتلت بيزود البليتلت اجريجيشن فتيجي البليتلت تبدا تسد مكان الفتحه دي بجلط تمام. ده الاكشن بتاع الثرومبوكسان. يبقى الثرومبوكسان بيخرج لما بيكون في بليدنج علشان يوقف البليدنج. ايه السايد بتاعه بيخرج منين؟ بيخرج من البليدنج. بيعمل ايه؟ حاجتين. اول حاجه فازو كونستريكشن. ثاني حاجه بيزود البليدنج اجريجيشن. في مشكله في الكلام ده؟ بس لو افترضنا ان الثرومبوكسان فضل شغال خلي بالك بقى والارتر اللي اتقطع ده مثلا ده ارتر بيغذي الهاند مثلا بيغذي ايد واحد الارتر ده اتقطع وانا دلوقتي عايز اقفل القطع ده قلنا اول حاجه يخرج الثرومبوكسان يعمل بازو كونستريكشن ويزود البليتلت اجريجيشن
لو الثرومبوكسين فضل شغال من غير ما حاجة توقفه هيفضل يعمل فازو كونستريكشن لحد ما يقفل مين؟ يقفل بلاد فيزل خالص. سيفير فازو كونستريكشن. مش كده وبس. هيبدأ يعمل بليدت اجريجيشن لحد ما يعمل ايه؟ ثرومبوزس. لحد ما يكون ثرومبوس فعلا غلطة صغيرة البليدت تقفل لك الشريان ده خالص. المحصلة النهائية. أنا صلحت القطع وعملت غرغرينة في الدراع كله. ليه بقى؟ قفلت الشريان اللي كان بيغذي الاورجان ده. هل في كمية دم كافية وصل الاورجان؟ فيبدأ الاورجان ده يتخنق. تمام؟ يجيله بقى اسكيميا. ويبدأ بقى الاسكين بتاعه يموت والخلايا تموت ويحصله جنجرين. عشان ربنا يتجنب القصة دي خلى الاكشن التاني ده يطلع. او التاني ده يطلع. اللي هو البروستاسايكلين. بيطلع منين بقى؟ ده بيخرج من الفاسكولار اندوثيليا اللي هو النسيج الطلائي اللي بيبطل البلاد فيزل ده. هو ده الفيزيولوجيا بيخرج من الفاسكولار اندوثيليا البروستاسايكلين ليه؟ علشان يعكس الاكشن ده. ده بيعمل فازو كونستريكشن يقوم ده يعمل ايه؟ فازو ريتيشن. ده بيزود البلت اجريجيشن يقوم ده يعمل ايه؟ يقلل البلت اجريجيشن. فيقوم ده عمال يعمل فازو كونستريكشن ده بقى يرجع الثاني يرجعه لوضعه. يبدا الثاني يعمل فازو ريتيشن. ده عمال يزود البلت اجريجيشن وخلاص قفلنا الغلطه خلاص مش عايزينك في حاجه بقى. يروح جاي الثاني يعمل انهبيشن على البلت اجريجيشن ويكتفي بس بحته البلت اللي قفلت مين؟ اللي قفلت الحته اللي فيها الانجري او الحته اللي فيها في المشكله. في مشكله في الكلام ده؟ يبقى احنا لما اتكلمنا في الفانكشن او الوظيفه عرفت ان عندي بروستا جلاندين، عرفت ان عندي ثرومبوكسان، وعرفنا ان عندي بروستا سايكلين. البروستا جلاندين قلنا ان في منه بروستا جلاندين اف بيعمل كونتراكشن في السموث موسل عشان كده بيعمل اندكشن وفليفر. قلنا عندنا بروستا جلاندين اي بيعمل فازو دايليتيشن في بلاد فيزل عشان كده بيعمل انفلاميشن او التهاب. بس في نفس الوقت الاكشن بتاعه ان هو بيقلل الجاستريك سكريشن. عشان كده لما ادينا انتي انفلاماتوري دراجز ادويه مضاده للالتهاب يعني بتقلل تصنيع البروستاجلاندين لان الاتش سي ال سكريشن في المعده بيحصل له ايه؟ بيزي. ده البروستاجلاندين. جينا بعد كده على النوعين التانيين قلنا في حاجه اسمها ثرومبوكسان وفي حاجه اسمها بروستا سايكلين. الثرومبوكسان لقينا ان هو بيعمل فازو كونستريكشن وبيزود البليدلت اجريجيشن بيخرج منين؟ من البليدلت. عكس منه البروستا سايكلين بيعمل فازو دايليتيشن في البلاد فيزل وبيقلل البليتلت اجريجيشن وبيخرج من الفاسكولار اندوثيليا. تمام؟ ليكوا طريقين هخليه لوحده علشان ده قصه هنشرحها بالتفصيل. انا فاضل الاستراكشر بتاع الثلاثه دول. بصوا يا جماعه الاراشيدونيك اسيد ده بيتكون من كام ذره كربون؟ 20. ادي اول ذره كربون اهي سي او او اتش. ثانيه ثالثه اربعه. انا بقول في امتحان هيسمع في امتحان دلوقتي. اه يا عم بص يا شباب ادي الاراشيدونيك اسيد فيها 20 ذره كربون. ركزوا معايا بقى علشان اصنع من الاراشيدونيك اسيد الثلاثه دول. بصوا عشان ما تتلخبطوش. اول حاجه الخليه بتروح جايبه الاراشيدونيك اسيد اللي فيه 20 ذره كربون. تمام؟ وفي كام دبل بوند؟ اربعه. تروح شايله منه الاربعه دبل بوند. ادي اول حاجه. ثاني حاجة تروح جايباه كده 20 ذرة كربون وتروح لفاه على نفسه وتروح ماسكة الكربون رقم 8 ربطها بالكربون رقم 12. يبقى علشان اصنع ايكوزانويدز خليها بتجيب الاراشيدونيك اسيد اللي فيه 20 ذرة كربون نشيل منه الاربعة دبل بوند اللي فيه ونروح لفيه ال 20 ذرة كربون على نفسهم بالمنظر ده. ادي الكربون واحد اتنين وكمل لحد كام؟ 20. وبعد كده تروح رابط الكربونه 8 بالكربونه رقم 12 برابط كده تكون عندي زي ما حضراتكم شايفين حلقه مقفوله في سايكل اتكونت صح؟ الحلقه دي خماسيه ولا سداسيه؟ خماسيه. خمس اضلاع صح؟ فيسموها 5 ممبر رينج يعني حلقه خماسيه الاضلاع. والحلقه خارج منها كده زي ما حضراتكم شايفين سلسلتين اتنين من ذره الكربون صح؟ اه.
بقولوا عليهم اثنين اللي فاتت سايد تشين. سايد تشين يعني سلسلة جانبية. امال ايه الفاتك؟ الفاتك يعني مش اروماتيك. يعني ايه اروماتيك؟ يعني فيها حلقة بنزين. هل دول فيهم حلقة بنزين؟ لا. يبقى اقول عليهم اروماتيك؟ لا، اقول عليهم ايه؟ الفاتك. الفاتك بأي مركب مفيش فيه حلقة بنزين اقول عليه الفاتك. خلاص؟ يبقى دلوقتي عشان اصنع ايكوزانويد، قلنا اول خطوة بنجيب الاراشيدونيك اسيد اللي هو بيكون من 20 ذرة كربون، وهنروح لفينه على نفسه بحيث ان الكربون الثامنة تطبق مع الكربون رقم 12، فيتكون حلقة خماسية الأضلاع 5 ممبر رين، خارج منها 2 ألفاتك سايد تشين. دي أول خطوة. المركب اللي بيتكون عندي ده اسمه بروستانويك أسيد، والبروستانويك أسيد هو بقى الأب الروحي بتاع الثلاثة دول. يعني إيه الأب الروحي بتاعهم؟ يعني كل مرة ندخل عليه تعديل يديني مرة بروستاجلاندين، مرة يديني ثرومبوكسان، مرة يديني بروستاسايكلين. بكل بساطة الاثنين سايد تشين نود زي ما هم، مش هتكلم فيهم، انا هتكلم في الراس دي اللي هي الفايف ممبر ترين. بص، اول تعديل لو جبنا البروستانويك اسيد ده وحطينا عليه اكسجينة من فوق واتش من تحت، ده كده بقى بروستاجلاندين. ده انهي نوع؟ ده البروستاجلاندين ايه. لو جبناه وحطينا عليه واتش من فوق واتش من تحت، ده بقى اسمه بروستاجلاندين اف. تمام؟ دول بس اللي مطلوب مننا ان احنا نعرفه، لان البروستاجلاندين فيه منه اشكال كتير قوي على حسب الاكسجينه والاو اتش، وممكن يتحط هنا دبل بوند او ما يتحطش. في بروستاجلاندين اي وفي بي وفي جي وفي اتش. تمام؟ اعرفهم اسامي بس، لكن كاستراكشر اللي مطلوب مني ان ابقى عارفه هو البروستاجلاندين اف والبروستاجلاندين مين اي. هم دول بس لازم تبقى عارف شكلهم عامل ازاي. يبقى حلقه خماسيه والاثنين الفاتك سايد تشين، ده البروستانويك اسيد. لما احط عليه اكسجين او اتش بقى بروستاجلاندين اي، احط عليه او اتش فوق او اتش تحت بقى بروستاجلاندين اف. خلاص. طب انا كده صنعت بروستاجلاندين. طب لو انا عايز اصنع ثرومبوكسان اعمل ايه؟ قال لك سهل، تعالى ما بين الكربون 11 و 12 هنا وحط اكسجين. طب يبقى شكله عامل ازاي؟ يبقى شكله كده. بقيت المركب زي الاول. ادي الكربونه 8 9 10 11 ودي رقم كام؟ 12. انا حطيت اكسجين ما بين 11 و 12. فبعد ما كان شكل الخماسي بقى كام؟ سداسي. بقى سداسي. يبقى هو سايكل او سايكل وبنتان، يعني حلقه خماسيه اتحط عليها اكسجين ما بين الكربون 11 والكربونه كام؟ 12. 12 كده بقى اسمه ثرومبوكسات. طب انا عاوز اصنع اخر واحد اللي هو البروستاسايكلين او البروستاجلاندين اي، اعمل ايه؟ قال لك سهل، شايف الكربونه 7 و9 مسكهم في بعض يعني كده كل حاجه تمام. 7 8 9 10 11 12. انا عايز اوصل 10 كمان، همسك الكربونه 7 فالكربونه 9 و10 ثانيه مركب بقى عليه. يعني كون سايكل او حلقه او رين ابوف ذا سايد تشين، فوق السايد تشين هنا، ده كده بقى اسمه بروستا سايكلين. خلاص. الكلام ده بصراحه او الرسومات دي عمرها ما جت قبل كده في سنه من السنين، عمرها ما جت، وهي بصراحه مش سؤال امتحان ان هو يقول لك ارسم الشكل الحقير ده. تمام؟ بس احنا لازم نبقى عارفين احنا مش خسرانين حاجه. كل القصه انت هترسم حلقه خماسيه ماشي، وهتكمل بعد كده السايد تشين بتاعتك عادي. ده كده اسمه بروستاويك اسيد اللي هو الشكل السيمبل بتاعهم، الاب الروحي بتاعهم كلهم بتاع الثلاث عائلات. كل مره ادخل عليه تعديل صغير يديني عيله. البروستاويك اسيد ده لو عايز اصنع منه بروستاجلاندين سهل، احط اكسجينه فوق واتش تحت. لو عاوز اصنع منه ثرومبوكسان سهل، احط اكسجينه من 11 و 12. لو عاوز اصنع منه بروستاسايكلين اسهل واسهل، مسك الكربونه 9 فالكربونه 7 بمين؟ اكسجين. في مشكله في الكلام ده؟ طيب بعد ما قلنا الاستراكشر بتاعهم، قال في نقطة صغيرة عايز اقولها لك. البروستاجلاندين او البروست اف او اي كل واحد فيهم ممكن تلاقيه موجود كده، يا اما تلاقيه مكتوب بروستاجلاندين اي 1 وممكن تلاقيه بروستاجلاندين اي 2، برضه البروستاجلاندين اف ممكن تلاقيه بروستاجلاندين اف 1 وممكن تلاقيه بروستاجلاندين اف 2. ايه حكاية بروستاجلاندين اف 1 و2؟
وايه حكايه بروستاجلاندين اي 1 واي 2؟ قال لك على حسب الدبل بوند. بص كده على سبيل المثال ده كده البروستاجلاندين اي اهو صح، ده بروستاجلاندين اي. لو في دبل بوند واحده بس ما بين 13 و 14 ده كده اسمه بروستاجلاندين اي 1. لو لقينا اتنين دبل بوند واحده من 13 و 14 واحده من 5 و 6 ده كده بيبقى اسمه بروستاجلاندين اي 2. طب بروستاجلاندين اف نفس القصه، لو لقينا دبل بوند واحده من 13 و 14 يبقى بروستاجلاندين اف 1. لقينا اتنين دبل بوند واحده من 13 و 14 واحده من 5 و 6 ده اسمه بروستاجلاندين اف 2. خلاص؟ ولما تيجي تتكلم في خطوات التصنيع هتقول والله البروستاجلاندز او العيله دي او الايكوزانويدز عشان تتصنع بتصنع من الاراشيدونيك اسيد. بعمل ايه في الاراشيدونيك اسيد؟ بجيبه والفه على نفسه واشيل منه كل الدبل بوند وامسك الكربونه 8 بالكربونه رقم 12 عشان اكون 5 ممبر درينج، حلقه خماسيه الاضلاع. والحلقه دي خارج منها زي ما حضراتكم شايفين 2 اليفاتيك سايد تشين. سايد تشين يعني سلاسل جانبيه، سميناهم اليفاتيك عشان ما فيش فيهم حلقه بنزين. المركب اللي بيتكون عندي ده اسمه بروستانويك اسيد، هو ده الاب الروحي بتاع العيله كلها. كل مره ادخل عليه تعديل صغير اديه نوع من الانواع الثلاثه. اول مره لو عايز اصنع منه بروستاجلاندين سهله، احط عليه اوكسجين فوق و اتش تحت يبقى بروستاجلاندين اي، او احط عليه اتش فوق و اتش تحت يبقى بروستاجلاندين اف. طب لو عاوز اصنع منه ثرومبوكسان قال لك اسهل، حط اكسجين من 9 او من 11 و 12. طب لو عاوز اصنع منه بروستاسايكلين قال لك حط اكسجين بين الكربونه 9 وبين الكربونه 7. خلاص كده فاضل لنا اخر نوع اللي هو الليكو برايين. حكيت اف 1 واف 2 كان بيعمل ايه؟ حسب الدبل بوند. مش هو قال نشيل كل الدبل بوند؟ انا قال لي هحول له عليها. تمام. هو المفروض قال ان هو كل الدبل بوند. يا دكتور. ايوه هو كده؟ يا دكتور. يا دكتور مش حضرتك قلت مش هيكون دبل بوند؟ مش حضرتك قلت مش هيكون دبل بوند؟ طب ليه؟ حسب احتياجك. طب اللي هو الانزيم بتاع المعده اللي هو البيبسين ده اللي هو البيبسين؟ طب يعني لا هو ده الكلام. اخيرا حاجه عرفتها خدتها من السعوديه. طب اللي هو الثرومبكزان هو نفسه الثرومبكزان ايه 2؟ اخدناه في السيرجي ثرومبكزان ايه 2؟ ثرومبكزان اي 2 في منه ثرومبكزان اي 1 وفي اي 2. اه طب بص سايكلين ده اللي هو في السيرجي كان انهيبيتور اللي هو ثرومبكزان. خلناه في السيرجي كده تمام. لا مش انا اخر حاجه بقى نتكلم فيها بقى خلاص افرج الله. يلا يا جماعه وبعدين حصه الباي لذيذه، حد يزعل في الباي؟ عارف لا ابدا ابدا يا دكتور مش حد يزعل خالص. البايو البايو ده متعه المتعه يعني انا لما متضايق شويه افتح كتاب الباي فاتح المذكره اقعد من اقرا فيها. هتقعد تضحك كده تقعد تضحك كده تضحك لوحدك بس يعني انت لا طيب يلا يا جماعه يلا يلا عشان نخلص بقى. ليكوتراين اللي هو اخر نوع عندنا من عيله الايكوزانويد. الليكوتراين برضه بيتصنع من الاراجيدونيك اسيد. والخليه هتجيبه وهتعمل فيه نفس القصه ونفس الحركه بالظبط، تروح جايب الاراجيدونيك اسيد وتروح لفها على نفسه بالمنظر ده، بس هل هتكون شكل حلقه وهتعمل حلقه مقفوله؟ لا. يبقى اول فرق جوهري ما بين الليكوتراين والعيله اللي احنا خدناها من شويه ان العيله الثانيه كان فيها 5 ممبر رين، كان فيها حلقه مقفوله، هنا في حلقات مقفوله؟ لا. وبيفضل دبل بوند واحده اللي هي ما بين 14 و 15. في نقطة بعد ما بيتكون كده بتضاف او اتش عند الكربونه رقم 6. عشان كده لما جم يقولوا التعريف بتاع الليكوتراين قالوا هي هيدروكسي ديريفاتيف. يعني مشتق هيدروكسي في او اتش من مين؟ من الاراشيدونيك اسيد. يبقى هي هيدروكسي دريفاتيف اوف اراشيدونيك اسيد. بس تيجي تبص في الكتاب او المذكره ما تلاقيش الاو اتش. هو بعد ما بيتكون الاو اتش وبيتضاف فعلا بيحصل ان الهيدروجينه دي بتسيب مكانها. وهيدروجينه من الكربونه الخمسه دي بتسيب مكانها ويمسك الاكسجينه كمان مع الكربونه رقم كام؟ 5. فتبص تلاقي الرسمه اللي في الكتاب والمذكره كده، في اكسجينه مع
ماسكة من 5 و6 تقعد تقول انت فين الاو اتش؟ اصل الاكسجينة دي كان اصلها او اتش. علشان كده بيقولوا على الليفوتراين ان هو هيدروكسي ديريفاتيف اوف اراشيدونيك اسيد. في الاصل كان فيه او اتش. والله وعارف ان انت خلاص شيل اللي في المذكره وراني كده في الكتاب. عارف منين هي اصلا وايش دخلوا في نيتها؟ خلاص عارف بقى من بقى لا انا بقول لي بعد الحز خلاص يا جماعه خلاص خلاص هنشيل 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 دي كده في المذكره ونحط مكانها اتش. اتبسطت؟ ما خلاص يا حاج بقى حد بعتك ليه ولا ايه؟ ماشي ده كده الليبوتراين. يبقى الليبوتراين قلنا هيدروكسي ديريفاتيف فضحهم اراشيدونيك اسيد. الليكوتراين ايه وظيفتها؟ الليكوتراين مبدئيا في منها انواع كتير جدا، في منها ليكوتراين A و B و C و D و E. اهم نوع عندنا هو ليكوتراين D. وظائف الليكوتراين اول حاجه بتعمل كيموتاكسيس. اكتبوا لي على كلمه كيموتاكسيس يعني استدعاء. تاني حاجه دورها انفلاميشن يعني التهاب. تاني الدور allergic reaction. allergy يعني حساسية، تفاعلات الحساسية. ليكوتراين بتخرج علشان تعمل 3 حاجات. اول حاجة كيموتاكسس استدعاء، inflammation التهاب، allergic reaction حساسية. على فكرة كيموتاكسس وانفلاميشن الاثنين لهم علاقة ببعض، لان الاستدعاء ده ما بيحصلش غير لما يكون فيه inflammation. استدعاء لمين؟ لكرات الدم البيضاء. اللي بيحصل ان ليكوتراين ساعة ما بيحصل انفلاميشن او التهاب في اي منطقة في الجسم يروح خارج الليكوتراين جاري يجري على كرات الدم البيضاء يعمل لها عملية استدعاء ويجيبها في مكان الانفلاميشن. دي اللي بيسموها كيموتاكسس. يبقى الليكوتراين بتخرج في مكان الانفلاميشن او الالتهاب عشان تعمل كيموتاكسس او استدعاء للوايت بلاد سيلز اللي هي كرات الدم البيضاء. في نفس الوقت ممكن يخرج في حالات الحساسيه في الالرجيك رياكشن، واشهر نوع منهم قلت بيخرج في الالرجيك رياكشن اللي هو الليكوتراين دي. الليكوتراين دي له اسم علمي تاني سلو رياكتنج سبستانس اوف انافلاكسيس. سلو رياكتنج سبستانس اوف انافلاكسيس صرصه وليس صلصه. ماشي صرصه سلو رياكتنج سبستانس اوف انافلاكسيس. طبعا واضح من اسمه سلو رياكتنج سبستانس يعني ماده بتتفاعل سلو ببطء عشان يعمل الحساسيه. اوف انافلاكسيس انافلاكسيس يعني ايه؟ يعني حساسيه. تمام. يعني هو فعلا الهرمون اللي بيخرج في حالات الحساسيه. يبقى ليكوتراين دي من ضمن الهرمونز اللي بتخرج وبتتفاعل ببطء في تفاعلات الالرجي يعني حساسيه، انافلاكسيس يعني حساسيه، هايبر سنسيتيفيتي يعني حساسيه. الثلاثه ذا سيم. هايبر سنسيتيفيتي هي انافلاكسيس هي الالرجي. خلاص. طب بيخرج عشان يعمل ايه؟ يعمل اعراض الحساسيه. هي ايه اعراض الحساسيه او الهايبر سنسيتيفيتي او الالرجي؟ الناس اللي عندهم ازمه الرب اللي بيجي لهم في سيدروم تبص تلاقي حساسية لما بتيجي للشخص ده بصفة عامة، أول حاجة بتلاقي ضغطه بيوطى، فاز دايتيشن في بلاد فيزل، مش عارف ياخد نفس وبرونكو كونستريكشن، هي دي أعراض الحساسية. أول حاجة البرونكاي بالقصبة الهوائية والبرونكيولز اللي خارجة منها يحصل فيها برونكو كونستريكشن، يعني تنقض. هيبقاش عارف ياخد نفسه كويس، أدي أول حاجة من أعراض الحساسية، برونكو كونستريكشن. تاني حاجة لما شرحناها قبل كده في البريز اكتيفيتنج فاكتور قلنا ايه اللي بيحصل في الحساسية؟ فازو دايلاتيشن في البلاد فيزل. طب لما يحصل فازو دايلاتيشن الناتج التاني اللي بيحصل قلنا البرميابيليتي بيحصل لها ايه؟ بتزيد. واتفقنا قلنا يعني ايه برميابيليتي؟ يعني النفاذية بتاعت البلاد فيزل تزيد، ولما النفاذية تزيد تبدأ المية اللي موجودة جوه الدم تخرج من البلاد فيزل وتنزل ما بين الأنسجة. طب المية عمالة تسيب الدم وتخرج،
نتيجة ان البرميابيليتي زاد تمام قديم وعمال يحصل فازو دايلاتيشن في البلاد فيزل، ده يعمل ايه في الضغط يعني ولا يوطيه؟ يوطيه. يبقى النتيجة الثالثة ان البلاد بريشر بيحصل له ايه؟ بيقل. الليكوتراين دي على الرغم من انه بيوسع البلاد فيزلز اللي في الجسم وبيزود البرميابيليتي وبيعمل فازو وبيعمل هايبوتنشن وبيعمل برونكو كونستريكشن اللي انه بيروح على الكورونري ارتريز بس كورونريز الشرايين التاجية ويعمل فيها فازو كونستريكشن يضيقها. ده كل النتيجة يعمل فازو كونستريكشن في الكورونري ارتريز. احنا نعالج العيان ده ازاي؟ قال لك قدامك سكة من اتنين، يدد العيان ده ليكوتراين انهبيتور حاجة بقى تمنع تصنيع الليكوتراين ده تخليه ما يتصنعش اصلا، يا اما تدي حاجه تقفل الريسبتور اللي هو رايح يشتغل عليه. مالكوتراين زي ما انا لسه قايل هرمون، واحنا اتفقنا ان اي هرمون عشان يروح يشتغل لازم يشتغل على مين؟ على ريسبتور. حاجه من اثنين، يا اما قلل تصنيع الهرمون نفسه يعني ادي ليكوتراين انهبيتور حاجه تقلل تصنيع ليكوتراين او اللي ممكن يسموها ليكوتراين انتاجونست. انتاجونست يعني مضاد. يا اما ادي ليكوتراين ريسبتور انتاجونست حاجه مضاده لمين؟ للريسبتور. تروح تمسك في الريسبتور وتقفله. وفعلا في ادويه حساسيه كتير موجوده في السوق بتبقى انتي ليكوتراين، وفي ادويه تانية انتي ليكوتراين ريسبتور. الحاجات اللي بتقلل تصنيع الليكوتراين هو الكورتيزون، اما الحاجه اللي بتقفل الريسبتور حاجه في السوق اسمها مونتي ليوكاست. تمام، مونتي ليوكاست ده الحاجه اللي بتقفل الريسبتور بتاع الليكوتراين. بالنسبه للايرجوستيرول والفايتوستيرول هنبدا بيهم الحصه اللي جايه مع السلم البريد. كلكم قاعدين محدش اتحرك، ضافوا 5 دقايق بالظبط تحلوا لي الامتحان ده في 5 دقايق.